يقول: لماذا ترك المسلمون الاعتكاف مع أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله ما زال في المسلمين بقية خير يعتكفون ويحرصون على الاعتكاف، إنه ليس بواجب، ليس بواجب. ولقد اعتكف النبي أحيانا وترك أيضا بعض السنين، ترك الاعتكاف في رمضان لما اعتكف ضربت نساؤه أقبية في المسجد فقال: آل بر يريدنا، ونقض قيمته ولكنه اعتكف بعد ذلك في شوال، والله أعلم. يقول: ما الهدف من الاعتكاف؟ الهدف كثرة العبادة وتهذيب النفس والاستكثار من الذكر والتلاوة، والله أعلم.